بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ اليوم إن شاء الله بالدرس السابع والعشرون اللي خاص بتقنية السيكوال سيرفر. في هذا الدرس راح نناقش الديت تايم فانكشن. أنا محمد إمادة عرفة. في هذا الدرس راح نكمل على الديت تايم فانكشن واللي هما بالتحديد اللي هو الديت بارت، ديت اد، اند ديت ديف فانكشن. وفي هذا الدرس راح نناقش اللي هو مثال عملي بوضح كيفية استخدامنا للديت بارت والديت اد والديت ديف فانكشن. حتى نفهم درس اليوم لابد من مراجعة الدرس 25 والدرس 26. اوكي، بالبداية الديت بارت. الديت بارت راح تلاحظ انه هو باخذ تو بارامترز. البارامتر الاول هو الديت بارت واللي هو راح يكون واحدة من هاي الفاليوز او اختصاراتها. زي ما ذكرنا انا بفضل انك تكتب اللي هو الديت بارت بشكل كامل حتى يكون الترانزاكت سيكول اللي بتكتبه خلينا نحكي يكون واضح للجميع. ايضا بعد هيك مباشره راح تمرق له اللي هو الديت واللي هو راح يكون بحد ذاته عباره عن ديت تايم. اوكي، ان الديت بارت مجرد ما تبعث له ديت بارت وتبعث له ديت تايم فاليو راح يقوم مباشره بارجاع اللي هو فاليو. هاي الفاليو راح تكون هي عباره عن انتجر فاليو. اوكي، الان نقطه مهمه جدا انه الديت بارت هو بيشبه تماما الديت نيم، لكن الديت نيم راح يرجع لك الفاليو كانفار كار بدلا من انتجر. اوكي، خلينا نشوف مثال بوضح ذلك. انا لو رحت مباشره عندي هون راح تلاحظ هون عمالي ببعث له اللي هو الديت بارت، وهنا انا بدي خلينا نحكي الويك داي. الويك داي عندي هون اللي هو خلينا نحكي الاي، عندي هون عدد ايام الاسبوع اللي هو 7. الويك داي هو عباره عن الخميس، فبالتالي رجع لي رقم 5. انا لو بدي اقوم بعرضه كتكست اللي هو خلينا نحكي ثيرزداي، راح تلاحظ مباشره قمت باستخدام الديت نيم ومرقت له هو الديت بارت والديت تايم فاليو. اوكي تمام. ايضا في عندي another function او خلينا نحكي another date time function اسمه date add. date add بكل بساطه راح تمرق له اللي هو date part اللي راح يكون واحده من هاي الفاليوز. بعدك مش راح نمرق له اللي هو خلينا نحكي اللي هو خلينا نحكي الحجم او خلينا نحكي مقدار الزياده. وبعدك مباشره راح تمرق له اللي هو date time. اوكي، خلينا نشوف مثال بوضح ذلك. انا رحت مباشره عندي هون راح تلاحظ انه هون مثلا في عندي 30/8/2012 بدي اقوم باضافه 20 يوم على هذا التاريخ. مجرد ما اعمل اكسكيوت لاحظت انه قام باضافتها. الان حتى اضيف لنفترض انه عندي هذا الشهر هو عباره عن خلينا نحكي 30 يوم، فبالتالي لو بتضيف عنده 20 يوم راح يكون 20/9، لكن هذا الشهر هو عباره عن 31 يوم، فلذلك راح تلاحظ انه طبع لي 19/9/2012. اوكي، لان ايضا بما انك بتقدر تضيف عندي هون لاحظت انه بامكانك انك تطرح 20 يوم. لاحظت انه هون عندي 30/8، مجرد عمل اكسكيوت لاحظت انه هون مباشره اصبحت 10/8/2012، فلاحظت انه مقدار الطرح اللي هو عباره عن 20 يوم. اوكي، الان خلينا ننتقل للفانكشن اللي هو الذي يليه اللي هو عباره عن الديت ديف. والديت ديف بكل بساطه بحكي لك انه لابد انك تبعث له الديت بارت، بعد هيك اللي هو الستار ديت، وبعد هيك لابد انك تبعث له الاند ديت. فبتلاحظ انه هنا لو قمت مباشره بعمل اللي هو الديت ديف راح تلاحظ انه هنا مثلا بدي اعرف الفرق الموجود ما بين هذول التاريخين من ناحيه خلينا نحكي كاشهر، بالتالي راح تلاحظ انه هنا قام بطباعه اللي هو شهرين. لكن لو بدي اعرف الفرق ما بينهم كعدد ايام راح تلاحظ انه هنا الفرق اللي هو كم 62 يوم. اوكي، فبتلاحظ انه عندي هون الفرق بالايام في حين هون الفرق بالاشهر. هذا هو الستار ديت وهذا هو عباره عن الاند ديت. اوكي، الان خلينا ننتقل عندي لمثال عملي بوضح له كيفيه استخدامنا للديت بارت والديت اد والديت ديف اللي هو عباره عن حساب اللي هو العمر. اوكي، الان حتى نعرف كيفيه حساب العمر لاحظ انه هنا في عندي اللي هو الاي دي والنيم والديت اوف بيرث. الان نحن بشكل عام الديت اوف بيرث بيتم تخزينه، لكن العمر ما بيتم تخزينه، لان العمر بكل بساطه بتغير بمرور الوقت، فبالتالي الايج بيتم حسابه. وبالتالي انا بدي اقوم بعد ما اكتب سكريبت معين شبيه بهذا السكريبت راح يقوم مباشره باظهار اي دي والنيم والديت اوف بيرث، وايضا يقوم عندي هنا باظهار اللي هو الايج. راح تلاحظ انه هون الايج عمالي بظهره اللي هو 31 سنه 8 اشهر ويومين. فبالتالي هون عمالي بظهر اللي هو الفاليو مع مين؟ مع اللي هو سترينج. اوكي، خلينا نشوف مثال بوضح كيف انه بامكاننا نعمل هذا الشيء. الان راح تلاحظ انه هنا انا باني another script موجود عندي هون. الان حتى نفهم لاحظت انه هذا السكريبت حجمه كبير، لكن هو في الفعل بسيط جدا. انا لاحظت انه هون عمالي بعرف هون عندي variables اسمه date of birth، لاحظت انه هون ايضا بعرف اللي هو template date وكلاهما date time. اوكي، بعد هيك بعرف عندي هنا years month و days وكلاهم او خلينا نحكي جميعهم الداتا تايب لهم هو عباره عن انتجر. بعد هيك مباشره قمت بعمليا
بدي احسب عيد الميلاد لهذا الشخص اللي هو خلينا نحكي تاريخ ميلاده 25/9/1990، فبالتالي خزنتها داخل هذا دي او بي. بعدك مباشره خزنتها في another variable اسمه temp date، فبالتالي temp date بكل بساطه تمام مخزن بداخله 25/9/1990، لأن حتى تحسب عمر أي شخص بالبداية رح تحسب الفرق بالسنوات، فبالتالي رح تيجي تحكي أنا بدي أحسب الفرق بالسنوات، لذلك رح نستخدم عندي هون الديت ديف. الآن أنت بدك تحسب الفرق بالسنوات، فبالتالي لابد أنك تبعت له اللي هو تاريخ الميلاد اللي هو مخزن ضمن هذا الفاريبل اسمه تيم ديت، ولابد أنك تبعت له اللي هو الكرنت ديت، واللي أنا رح أجيبه عن طريق الجيت ديت. تمام، بعد هيك لابد انك تحكي له الفرق اللي بدك اياه ما بين التاريخ اللي هو الستار ديت وما بين الاند ديت، تمام، الفرق ما بينهم من ناحيه مين؟ من ناحيه السنوات، اوكي؟ تمام، لكن لاحظت انه بعد هيك انا هنا حسبت الفرق بالسنوات، بعد هيك عمالي بقوم بعمليه طرح، وهي عمليه الطرح ممكن انه يتم طرح اللي هو الرقم واحد، فبالتالي رح اطرح عندي هنا السنه رح اطرح منها واحد، او ممكن عمليا هنا نطرح من زيرو، بمعنى انه انا فعليا مش راح اطرح منها اي شيء. لكن السؤال اللي رح يطرح نفسه انه وين انا بقوم بعملية الطرح بمقدار واحد. حتى تكون الامور واضحة، عمليا قمت باعداد عندي هنا تاريخين، اوكي؟ لاحظت انه عندي هذا التاريخ الاول بمثل خلينا نحكي تاريخ الميلاد، لاحظت انه الفورمات له هو عبارة عن month اللي هو شهر 11، 30 اللي هو بمثل اليوم، وعندي هنا 2005 بتمثل السنة. كذلك الأمر عندي هنا شهر 1 31 اليوم، وأيضا عندي هنا السنة اللي هي عبارة عن 2006. أوكي، لاحظت أنه لو بدي أسألك هنا كم الفرق الموجود ما بينهم من ناحية السنوات، رح تيجي تحكي الفرق الموجود ما بينهم من ناحية السنوات هو عبارة عن سنة واحدة. لكن هل فعليا في عندهم هنا فرق من ناحية السنوات سنة واحدة؟ بمعنى انه هل انا في عندي هنا فرق ما بين هذول التاريخين 12 شهر؟ حتى نعرف هذا الامر رح تلاحظ انه هنا عندك التاريخ هو 30/11، معناته انت بتحكي عن بداية 12 لنهاية 1، انت بتحكي فعليا عن فرق بمقدار شهرين. اذا انا فعليا عندي فرق ما بين هذول التاريخين هو عبارة عن شهرين وليس سنة كاملة. فبالتالي لو بدك تتأكد من هذا الأمر، مجرد أنك تجي تكتب عندك هنا اللي هو month وتجي تعمل execute، لاحظ انه الفرق ما بينهم هو عبارة عن عمليا شهرين وليس سنة. فلذلك عمليا لابد أن يكون في عندك condition أنه إذا كان عندي هون ضمن هذا الكونديشن، إذا كان عندي هون الشهر اللي خاص بتاريخ الميلاد أكبر من الشهر اللي خاص باللي هو التاريخ الحالي، فلذلك مباشرة قوم بعملية طرح بمقدار واحد. فلذلك الآن لو رجعت عندي هون لاحظ انه عندي هون الشهر اللي خاص بتاريخ الميلاد هو 11 اكبر من الشهر اللي خاص بالتاريخ الحالي اللي هو عبارة عن 1، تمام. فلذلك لاحظ انه رح اقوم بعملية الطرح اللي هو مقدار كم؟ بمقدار 1، اوكي زي ما احنا شايفين. طبعا الان ممكن تسأل هل في another condition؟ نعم، لاحظ انه هاي الحالة عندي هنا اللي هي خلينا نحكي second case، لاحظ انه هنا عندي 2005-2006، هل بقدر نحكي الفرق ما بينهم هو عبارة عن سنة؟ رح تحكي حتى نحدد هذا الامر رح نطلع على الشهر، لان لاحظ انه هذا الشهر متساوي وهذا الشهر متساوي. الان رح تيجي لليوم، هل هذه الايام متساوية؟ الجواب نعم، فبالتالي بكون الان الفرق 12 شهر تماما. لكن لو بدي اسالك سؤال انه لو كان عندي هون تمام اللي هو الكرنت ديت ليس 31 يوم، كان 30 يوم، فبالتالي اصبح الفرق عندك هنا ليس 12 شهر بل هو 12 شهر ناقص يوم، بمعنى انه هون اصبح الفرق عندي ليس عمليا 12 شهر بل الفرق عندي هو 364 يوم. وحتى نثبت ذلك خلينا نجي نختار الان دي، بدي الفرق ما بينهم من ناحيه الدي، لاحظ انه الفرق ما بينهم 364 يوم، وهذا لا يعادل 12 شهر. فلذلك رح نقوم الان بوضع الكونديشن انه اذا كان الاشهر متساويه وكان اليوم اللي موجود بالديت اوف بيرث اكبر من الدي اللي خاص بالتاريخ الحالي، قم ايضا بطرح اللي هو واحد، غير هيك قم مباشرة بعمل زيرو، فبالتالي ما راح يطرح أي شيء من هاي السنة، أوكي؟ تمام، بعد هيك مباشرة راح نقوم بتخزينها بداخل هذا الفاريبل اللي هو عبارة عن years زي ما احنا فعليا شايفين. الآن بعد هيك مباشرة راح أقوم بإضافة هاي الـ years على الـ temp date،
كيف بالتالي اصبح التمب ديت عماله بحمل عندي هون اللي هو الير. اوكي تمام. الان بعد هيك مباشره راح اقوم طبعا راح نناقش ليش التمب ديت. فبالتالي الان اصبح التمب ديت بمعنى او باخر هو عماله بحمل السنه، فبالتالي انا بحمل السنه اللي انا فعليا قمت بحسابها اوكي بعد ما عملت بروسيسنج عليها. بعد هيك مباشره راح اقوم بحساب المانث. يعني حتى تحسب المانث انه بدي اجي اسال مثلا هل في عندي فرق ما بين هذا التاريخ وما بين هذا التاريخ من ناحية الأشهر، لابد أن أطلع على الأيام، فبالتالي لابد أنه نقارن مين عندي هنا اللي هو الأيام. الآن باجي بحكي لك إذا كان اليوم اللي خاص بالديت أوف بيرث، يعني نيجي نفترض أنه هنا كلاهما متساوي، مثلا هنا 2005 هنا 2005 وأيضا هنا شهر واحد وشهر واحد أوكي. الآن حتى تيجي تحكي لي بكل بساطة أنه أنا حتى أجي أحسب الفرق ما بين هذا الشهر اللي هو شهر واحد وما بين شهر، خلينا نجي نحكي عندي هون شهر كمان واحد، لابد اني اجي اطلع. فمثلا عندي هون لو جيت حكيت انه عندي هون مثلا اثنين، تمام، هل باجي بقدر احكي انه هذا الشهر واحد هذا شهر اثنين فعليا في عندي هون فرق بمقدار شهر؟ الجواب لا، لابد اني اطلع على الايام، فبالتالي راح اجي اقارن اللي هو 31 مع مثلا 30. فاذا كان عندك هون ديت اوف بيرث تمام اكبر من اللي هو الدي اللي خاص بالكرنت ديت، فبالتالي مباشره راح اقوم بطرح واحد. لاحظت انه هنا الفرق ما بينهم هنا 31 هنا 30، يعني لاحظت انه هنا في عندي 31 واحد وفي عندي هنا 30 2، هل الفرق بيجي بينهم شهر؟ الجواب لا، الفرق ما بينهم هو عباره عن 29 يوم. فلذلك انا راح اقوم فعليا بطرح اللي هو واحد من مين؟ من اللي هو الشهر اللي انا راح اقوم بحسابه. بالتالي انا بكل بساطه هنا قمت بعمليه ايجاد الفرق ما بين اللي هو التم ديت وما بين مين الكرنت ديت بالنسبه للمانث، وقمت بطرح منه واحد في حاله انه كان اليوم اللي خاص بالديت اوف بيرث اكبر من اليوم اللي خاص عندي في الكرنت ديت، بمعنى انه هذا الفاليو اكبر من هاي الفاليو، بيكون الفرق فعليا مش شهر. اوكي فبالتالي بطرح منه واحد. غير هيك مباشره نخلي القيمه هي عباره عن زيرو، وبعد هيك مره ثانيه انا برجع عمالي بخزن المانث بداخل عندي الفاريبل اسمه تيم ديت، فبالتالي كانه تيم ديت اصبح بخزن الير واصبح بخزن المانث. الان بقي علي اللي هو الدي. الان الدي ما في داعي اني اخزنه داخل التيم ديت لانه ما في عندي جزئيه اقل من الدي اني احسب فيها، فبالتالي انا مهمني احسب العمر من ناحيه السنه من ناحيه الشهر من ناحيه اليوم اوكي. فلذلك التم ديت فعليا انا ما راح استخدمها في الدايز، فبالتالي الان حتى تيجي تحسب الدايز بكل بساطه راح تقوم بحسب عمليا بحساب الفرق ما بين التم ديت وما بين الجيت ديت تمام. الان بكل بساطه اصبح التم ديت هو بحوي الير وبحوي المانث والداي بكل بساطه، لانه باي ديفولت انا كنت مخزن بداخل التم ديت اللي هو date of birth، فبالتالي already بيكون مخزن بداخله 25، فبالتالي بإمكانك بكل بساطة تيجي تحكي الفرق ما بين الكرنت ديت والتيم ديت من ناحية الدي. بعد هيك مباشرة عمالي برجع عندي هون الييرز وبرجع عندي هون المانث وبرجع هون عندي الدي، وأيضا أنا حاب أورجيك التيم ديت، أوكي؟ خلينا نيجي نعمل إكسكيوت لهذا السكريبت. هلا باجي بعمل اكسكيوت لاحظت انه قام بحساب اللي هو السنه وقام بحساب المانث وايضا قام بحساب اللي هو اليوم. لما نطلع على التيم ديت بكل بساطه انا وجيت قمت مباشره بطرح اللي هو 2017 من 1990 لاحظت انه 27، لو اجيت قمت ايضا بطرح اللي هو 11 من اللي هو 9 لاحظت انه هو فعليا شهرين، لو ايضا قمت عندك بحساب عندك هنا 25 لاحظت انه هي 25، فلاحظت انه التيم ديت هو عباره عن بحوي الفاليوز اللي احنا عمالنا بنعمل فيها بروسيسنج اللي هو الييرز والمانثز والدي اوكي. فلذلك انا استخدمت عندي التيمب ديت. الان الفكره انه كيف استخدم هذا اللي هو السكريبت واطبقه على تيبل بحيث انه راح يحسب لي الايج. حتى تعمل هذا الامر بكل بساطه لابد انه نقوم بانشاء فانكشن. احنا للتوضيح انه الفانكشن ما فعليا ما قمنا بشرحه، لكن راح نقوم بشرحه في الدروس القادمه بشكل مفصل ان شاء الله اوكي. فلذلك اذا اول نقطه بدنا نقوم بعملها انه راح نقوم بانشاء اللي هو فانكشن بيوضح هذا الامر اوكي. الان بالبدايه راح اقوم بعمل اللي هو حتى ننشئ فانكشن راح اقوم بكتابه اللي هو create function،
وهذا الفانكشن رح أقوم بعمل تسمية له، وحتى نسمي هذا الفانكشن رح أقوم بتسميته ب fn compute زي ما احنا فعليا شايفين دي هون اللي هو age. هذا الفانكشن رح ياخذ بارامتر، هذا البارامتر رح اسميه dop، وطبعا رح يكون نوع البيانات فيه اللي هو date time زي ما احنا فعليا شايفين. بعد هيك مباشرة رح نقوم بعمل return، فبالتالي هذا الفانكشن رح يرجع لك اللي هو value، وهي الفاليو رح تكون كسترينج. خلينا نجي نحكي عندي هون اللي هو n var كار، وحجمها راح يكون عندي هنا اللي هو 50. بعد هيك مباشرة راح أقوم بعمل as begin، وبعد هيك مباشرة راح أقوم بكتابة السكريبت. الآن راح تلاحظ إنه معاي إنه date of birth هي معرفة، فبالتالي ما في داعي إنك تعرفها كvariable عندي هون. أيضا ما في داعي للست اللي هي date of birth إنها تكون موجودة. أوكي؟ تمام. بعد هيك مباشرة خلينا نيجي الآن نقوم باللي هو عمليا انهاء هذا الفانكشن، فبالتالي رح نيجي نحكي الان في عندي هون اللي هو end. اوكي، بعد هيك مباشرة راح اقوم الان بارجاع الفاليو، فبالتالي لابد اني اخزن تمام هاي الفاليوز ضمن single value، فبالتالي لابد اني اعرف هون عندي متغير. رح نيجي نحكي الان declare، رح اعرف هذا المتغير ك age، بعد هيك رح نيجي نحكي له، وطبعا هذا ال age هو رح يكون انفار كار. ليش انفار كار؟ لانه انا بدي اياه بكل بساطة يقوم بإظهار عمليا السنة تمام اللي هي كقيمة وكليبل، وأيضا الشهر كقيمة وكليبل، وأيضا اليوم كقيمة وكليبل، بعديها كلمة old، فبالتالي رح يرجع لك فعليا انفار كار. بعد هيك أنا بحتاج إني أخزن هاي بداخل هذا ال age اللي هي ال values. الآن بكل بساطة رح نيجي نحكي له، أنا في عندي هون اللي هو ال year، رح نيجي نحكي له عندي هون ال at years plus، عندي هون رح أقوم بطباعة اللي هي كلمة اللي هي years. بعد هيك مباشرة رح أقوم بأيضا إضافة عندي هون اللي هو months، ورح نقوم الآن مباشرة بكتابة اللي هي months، وبعد هيك رح أضيف عندي هون اللي هو days، رح نحكي عندي هون days زي ما احنا فعليا شايفين. أوكي، وأيضا رح أضيف عندي هون اللي هي أو بدون إضافة هون خلاص كلمة اللي هي old. لكن لاحظت انه هون الييرز نوع البيانات هو انتجر، فبالتالي لابد انك تحوله لكاركتر، لانك انت هون عمالك بتعمل كونكاتينيشن مع الكاركتر. حتى تحوله بكل بساطه رح نقوم باستخدام عندي هون اللي هو كاست زي ما احنا فعليا شايفين، وبعد هيك رح احوله الان الى اللي هو انفار كار، فرح نيجي نحكي له عندي هون اللي هو انفار كار، وطبعا رح يكون هنا اللي هو 4 لانه السنه هي بتحتوي على 4، خلينا نحكي كفاليو هون رح تكون من 4 مقاطع. ايضا راح يكون في عندي هون المانث، راح اقوم ايضا بعمل له اللي هو كاست، وراح فعليا اقوم بتحويله زي ما احنا فعليا شايفين، وراح يكون عندي هون از انفار كار، وطبعا الشهر بيكون مكون من خانتين. ايضا راح اقوم عندي هون بنفس الشيء بالنسبه الى اللي هو اليوم، راح نحكي عندي هون كاست، وراح نحوله ايضا كانفار كار تمام، راح يكون هنا بمقدار اللي هو 2. اوكي تمام. الان بعد هيك مباشره انا بحتاج اني ارجع الايج. الان هاي سلكت ستيتمنت فعليا ما في اي داعي لها. بعد هيك مباشره راح اجي احكي له عندي هون اللي هو ريتين للايج. اوكي زي ما احنا فعليا شايفين. اوكي الان خلينا نجي نعمل اكسكيوت لهذا الستورد بروسيجر الموجود عندي هون، او عفوا للفانكشن. الان نجي نعمل اكسكيوت لحتى احد نقام بانشائه. الان بدي اقوم بتنفيذ هذا الفانكشن، بكل بساطه رح نيجي نعمل عندي هون سيلكت، بعد هيك اللي هو اسم الفانكشن، وبعد هيك رح امرق له فعليا الفاليو. الفاليو خلينا نجي نحكي هي عباره عن 25/9، فبالتالي رح نمرق له هون 25/9/1990. لانه باجي بعمل اكسكيوت رح يعطيني ايرور. لاحظ لاحظ انه الفانكشن حتى تنادي لابد انك تستخدم عندك هون اللي هو السكيما تاعته اللي هو عباره عن دي بي او. مره ثانيه الفانكشن رح نشرحها بشكل مفصل. انا بعمل اكسكيوت لاحظ رح نقام باظهارها 27 سنه وشهرين و25 يوم. الان بدنا نبدا نطبقها على بداخل تيبل، فبالتالي حتى تطبقها بداخل تيبل خليني نجي نقوم باظهار هذا التيبل بالبدايه. سيلكت ستارت فروم تي بي ال امبلويز
زي ما احنا فعليا شايفين. الان هاي هي الكولومز، بدي اقوم بحساب الايج لهذا الكولوم اللي اسمه ديت اوف بيرث. الان بالتالي خليني اقوم بعرض جميع الكولومز مع الايج. حتى نعرض الايج راح انادي هذا الفانكشن اللي قمت بانشائه اللي اسمه fn compute age، وبعد هيك رابط اني هون امرر له بدل هذا الستاتيك او الهارد كودد راح امرر له عندي هون اللي هو ديت اوف بيرث. اوكي انا راح نرجع مره ثانيه نعمل اكسكيوت لحتى احنا نقوم بحساب عندي هون الايج. خلينا نجي نعطيها alias name اللي هو كايج، مره ثانيه نعمل اكسكيوت لحتى احظى انه مباشره قام عندي هون بحساب اللي هي الايج من خلال الديت اوف بيرث. إذا هاي هي أحد استخدامات خلينا نحكي اللي هو الديت ديف والديت اد، وأيضا عندي هنا زي ما احنا شايفين عندي المانث واليير والجيت ديت. أوكي إذا هذا هو كل شيء بالنسبة لدرس اليوم. مرة ثانية الفانكشنز راح يتم شرحها بشكل مفصل. فكرة درس اليوم كانت إنه فقط كيف نستخدم اللي هي الديت بارت والديت اد والديت ديف. بتمنى يكون درس اليوم واضح وسهل. أخيرا thanks for listening and have a great day.